حياكم من جديد مشاهدينا، وحديثنا مستمر عن التسوق الإلكتروني، ولابد أن نذكر إيجابيات وسلبيات التسوق من هذا النوع، وراح نشوفه أكيد راح نتعرف عليها من خلال تقرير أعدته لنا الزميلة العنود الطعامي. خلونا نتابع ونرجع لكم. التسوق عبر الإنترنت أصبح ظاهرة تتنامى في الآونة الأخيرة، خصوصا بين السيدات، بعد أن أصبحت التقنية توفر خيارات واسعة سواء في العرض أو القيمة أو حتى في تأمين وصول المشتريات إلى باب المنزل. هذا التطور الذي جعل عملية شراء كل ما تحتاجه المرأة من ملابس وحقائب على مسافة عملية بسيطة وسهلة من جوالها المحمول، إلا أنه رغم كل شيء ما زال يواجه بعض التحديات، رغم كل ما فيه من مميزات تنافسية واسعة من جانب الأسعار أو الخدمة. لكن الأمر لا يقتصر على المميزات، فأحد سلبيات التسوق الإلكتروني إمكانية الوقوع ببساطة كضحية للاحتيال، خصوصا إذا تمت عملية الشراء عبر موقع غير موثوق به، فتحصل على منتج لا يحمل نفس السمات المطلوبة. يضاف إلى ذلك عدم إمكانية التفاوض في السعر أو مواعيد التسليم، وبالطبع لا يمكنك فحص البضائع قبل الشراء، بل تكتفي برؤية صورتها فقط، وبعد استلامها قد تضطر لتحمل أعباء الشحن مرة أخرى، إذ أنها لم تطابق الصورة التي تخيلت أنها ما تبحث عنه. لبرنامج ساعة شباب، العنود الطعيمي، جدة. وأكيد نشكر الزميلة العنود الطعيمي على هذا التقرير، وأبغى أسألك أروى، بأنه تكلمنا عن إيجابيات وسلبيات التسوق الإلكتروني، إيش أكثر السلبيات اللي واجهتيها من خلال التسوق؟ أكثر شيء أني أنا بشتري أحيانا أشياء أنا ما أحتاجها، مجرد أني شفتها وعجبتني فأقعد أشتري أشتري أشتري، وطبعا أكثر شيء أنك بتضيع فلوسك، بتدبسي زوجك ولا بتدبسي أهلك أنه يدفعوا على أشياء أنت ما تحتاجيها. هذا أكثر شيء واجهته. غير كده الكواليتي حق المنتجات اللي أنا بأخذها، فعشان كده لي فترة خلاص معتمدة على مواقع معينة اللي هي أشتري منها، واثقة من ال حلو. طب بسألك، يعني زي ما ذكرت قبل شوي أستاذة لبنى، هل واجهتي بعض الغش في الشراء عبر المنصات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية؟ أكيد أكيد، ما حكون كذابة لو قلت لك لا، بس إنه صراحة مرات بسيطة، لأني خلاص زي ما قلت لك عندي خبرة من كتر ما أشتري. بس أكيد، وأكثر شيء صراحة المقاس في البداية لأني ما كنت أفهم فيه، الكواليتي أكثر شيء. فطبعا تعرضت للموضوع مواقفتي، بس ما أتوب. ما تتوبي أبدا؟ لا بس حقيقي، يعني ما صار لك موقف مثلا حولت فلوسك لأحد، ما جابوا لك الغطاء، ما صاروا يردوا عليك بعدها، أشياء مثل هذه؟ لا، لأن أنا بطلب من مواقع موثوق فيها طبعا. ما بطلب من أشخاص أو تاجرات أفراد، لا بطلب من مواقع، فهذه الأمور لا ما هي موجودة. جميل. طب ايش برايك يعني اكثر شيء تحب البنت انها تشتريه من هذه المواقع؟ يمكن اغلب البنات ما عندهم ثقه، يخافوا فيطلبوا الاشياء اللي مثلا ما هي ملابس، اكسسوارات، شنط، خلاص انه شايفين الشكل ما له دخل في المقاس. صحيح، فاشتروا هذه اكثر الاشياء. طبعا انا عن نفسي كل شيء جربته واشتريته من المواقع. وما تتوبي ابدا، ما شاء الله عليك. طب نحن اكيد حنكمل بعض الردود الموجوده معنا اليوم على سؤال هاشتاقنا في ساعه شباب في تويتر، ونروح لاول الردود من سلافه تقول افضل التسوق الالكتروني، اتسوق واختار اللي في بالي يوصل لحد الباب، وطبعا مواقع ثقه مو اي كلام، المحلات التجاريه زحمه وما تلقين اللي ببالك. صح. حلو يا سلافه. سلاف يقول مرة حلو ويفيد كثير، وأنا الصراحة أحب كمان أتسوق من المحلات التجارية وكلها حلوة، أهم شيء شوبينج. صادق، نحن البنات أهم شيء شوبينج في النهاية.
اي ميدو تقول التسوق الالكتروني ما حبيته ولا تقبلته ابدا، افضل التسوق من محلات تجاريه لانه اضمن واوفر وامتع وثقه. وجهه نظري اي ميدو. غدوش الشهري تقول انا عن نفسي افضل التسوق التجاري لانه يكون امن اكثر ويمكن يكون الموقع مزور من هاكرز او شيء، فمش كل شيء نثق فيه. حلو غدوش. لجين تقول التسوق الالكتروني ميزته مريح سريع وممكن تطلب حاجات ما هي متوفره عندنا، ولكن يظل التسوق العادي له رواج عالي وافضله اكثر ولي متعه. اكيد. حلوه لجين. اخر ردود معانا اليوم من زوز الزهراني تقول افضل التسوق من المحلات التجاريه لانها افضل واوفر، اما التسوق الالكتروني ما احبه ابدا. ويسعد مساكم، واكيد مساك يا زوز. طبعا اختلفت معانا الردود بين مؤيد ومعارض للتسوق الالكتروني او التسوق من محلات تجاريه. هذا الموقف يرجع لنفس الشخصيه نفسها، اذا هي كانت حابه انها تتسوق وهي مرتاحه في بيتها. وفي ناس اصلا وفي شخصيات يكون عندهم متعه جدا كبيره في نزول السوق، صح كذا يستمتعوا كثير انه يروحوا ويختاروا من محل لمحل وبالهم طويل بالزبط. ويقعدوا يشوفوا القطع ويقيسوها احيانا ويجربوها وبعدين يشتروا، فهذا يرجع الموضوع لاي شيء. شوفي انا اقول لك انا مره احب الشوبينج بكل انواعه، زي ما قالت اعشق انزل السوق وما اتعب والف المحلات كلها، واحب اشتري واحب اقيس وارجع وارجع البيت وارجع ثاني، ما عندي اي مشكله. بس احيانا يكون عندك اسباب تصير معك او ظروف تخليكي انه الاونلاين اريح لك. مثلا لو صرتي ام او مثلا اهلك ما يخلوك تروحي السوق كثير، فاسهل لك ايش جنبك الجوال. حتخسريهم حتخسريهم بالضبط يعني بالحالتين. خليتوني اروح السوق ولا ما خليتوني حتخسروا. حتخسروا بالضبط. فبس فانا اشوفها الاثنين متعه، اذا قدرتي تنزل السوق انزلي امن تقيسي وترتاحي وتنبسطي، اذا ما تقدري عندك في النهايه يعني في بيتك كنت مرتاحه تقدري تتسوقي. طب اسالك اروى كذا سؤال يعني ما اعرف حتفتكري ولا لا، بس ايش اغرب قطعه جاتك استلمتيها من التسوق الالكتروني وتفاجاتي بالقطعه لدرجه انك انصدمتي، ممكن قررتي في هذا اليوم ان خلاص ما راح اتسوق الكتروني بعد اليوم؟ طبعا بعدين غيرت رايك كالعاده، ولكن يعني كذا انصدمتي واتخذتي قرار جدا قوي. زي ما قلت لك قبل شوي اني طلبت من موقع اني انخدعت في تشوفي الملابس انه مره شيء، والموقع في كل مكان تروحي يعني تدخلي في المواقع تلاقي له اعلان موجود صحيح. في كل مكان فشدني. المشكله اني ما طلبت كميه قليله، طلبت انه اغراني جدا الموقع من تخفيضات رهيبه، فطلبت كميه لما جاتني من جد جاتني صدمه انه يمكن طلبت قولي 10 قطع 8 قطع سيئه وممكن قطعتين ها مقبوله. كلها ملابس؟ في اشياء يعني اكسسوارات بسيط لا، بس اغلبها ملابس. وانصدمت صراحه انه حتى الملابس ما عليها التيكت من ورا كانها ايش مخيطينها مستخدمه، يعني كانه ماخذين الشكل صوره ومخيطينها هم فاهمه انه ما هي ماركه او من محل معين او فصدمني مره الكواليتي صراحه. يعني اروى جاني فضول اعرف يعني كم المبالغ اللي بتصرفيها على الشوبينج سواء الكتروني او محلات تجاريه. اسالي كم في الشهر؟ لا حقيقي يعني ما اعرف يعني ما اعرف صراحه هو كيف مستحمل الى اليوم، بس كم المبالغ؟ بينصدم انه كل شوي احد يدق الباب، مين الشركه الفلانيه عشان تجيب لي اغراض اونلاين. صراحه ما اعرف كم بالتحديد، وما اقول لك مبالغ هائله، بس انه ما قصر في نفسي الصراحه. مجنونه شوبينج، اذا ما وقفني وقال لي بس لا عاد تطلبي عشان انه اوقف، غير كذا ما في شيء يوقفني للاسف. اوكي اكيد نحن مكملين مع مجنونه الشوبينج ومكملين في موضوع التسوق الالكتروني، ولكن حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل لتروحوا بعيد.